عقد في مدينة أربيل مؤتمر تأسيس حزب الحرية والتقدم الذي يضم شخصيات بارزة من محافظة صلاح الدين، وحضر المؤتمر ممثلون عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث تم إقرار النظام الداخلي للحزب وبرنامجه السياسي وانتخاب الأمانة العامة. عقد في هذا اليوم المؤتمر التأسيسي الأول لحزب الحرية والتقدم. تم انتخاب الهيئة العامة عددهم 26. طبعا من أهداف الحزب هو العمل من أجل إعادة اللحمة إلى المجتمع العراقي اللي سبب داعش بإحداث شرخ كبير في الجدار المجتمعي. نحاول بكل طرق بكل وسائلنا السياسية أن نكون وسطيين، أي بمعنى إحنا يعني نؤمن بالعلمانية وسوف نجاهد ونناضل من أجل ترسيخ هذا المبدأ بعد أن فشلت الأحزاب الدينية الفاسدة في الحكم على مدى 14 سنة. العراق انحدر إلى منزلق خطير، إفلاس في الخزينة، فساد ينخر أحشاء الدولة حتى النقاع. هدفنا من وراء هذا المؤتمر اللي انعقد قبل قليل في إقليم كردستان هو ولادة حزب الحرية والتقدم. هدف أهداف هذا الحزب هو تعزيز دور الفرد من أبناء المجتمع في العراق، ويهدف إلى عودة النازحين إلى بيوتهم. نظرا للظروف السياسية التي مر بها البلد من كافة المجالات، من احتلال داعش لمحافظاتنا، نزولا إلى الأمور الأخرى التي استطاع الشعب العراقي من خلالها التوحد ونبذ الطائفية بكل أشكالها، كان لابد من انبثاق أحزاب علمانية تقود البلاد نحو التقدم والرقي، لا سيما نحن قد جربنا الأحزاب الإسلامية والدور التي قامت به الأحزاب الإسلامية، حيث أن الشارع العراقي بصورة عامة يفضل أن تكون الآن الدور للأحزاب العلمانية في قيادة البلد، لأنه توجهاتهم مختلفة جدا. نبارك للحزب حزب التقدم الحرية والتقدم على الكرنفال الذي حدث اليوم في أربيل، حيث يعني تم افتتاح المؤتمر وبحضور نخبة من عمالقة الأساتذة والدكاترة الذين هم القدوة، الذين نعتبرهم هم قدوة في مسيرة الحياة، حيث نأمل أن يكون هذا الحزب ولو شيء بسيط يهب للعراق طفرة جديدة من هذا الظلم الذي حصل والمأساة والظروف التي مر بها العراق.